لو يعني خلينا نتكلم كمان يا فندم عن الشكل او حاجات كتير جدا الحقيقه بتزعجنا، انا شخصيا بتزعجني واعتقد انها بتزعج كل السيدات، وهي عدم وصول المراه لعدد كبير من المقاعد، انه بعد كل المجهود الكبير ده وبعد الدور البارز الكبير اللي كان لكل السيدات المصريات، الحقيقه انه مش هنوصل في الاخر لواحد او 2% من المقاعد. نعم. نرجع تاني بقى نتكلم على الكوتا وكده، وانا انا ما كنت من الناس اللي ضد الكوتا دي، ازاي بعيب قوي. ازاي؟ بصي، اولا يعني اذا كنا نعيب على التيارات الدينيه والتيار السلفي وحزب الحريه والعداله انه لم يضع المراه موضعها الصحيح الذي يليق بالنسمه بتاعتها في عدد السكان التي تتجاوز ال 40 مليون، فيجب ان نعيب على الاحزاب الليبراليه والعلمانيه التي وضعت المراه ايضا ترتيب متاخر. يعني ده لو حطيتها يعني يعني انت تستغربي ان هذه الاحزاب التي تصدعنا ليل نهار عن فكرة الحرية وحرية المرأة، والديمقراطية، نسب مشاركة المرأة فيها لم تتجاوز 15% في القائمة. ده راجع لإيه يا فندم؟ هذا راجع للثقافة العامة، باعتبار أن المرأة المصرية دائما اعتادت أنها يعني بلا إرادة انتخابية، وأنها دائما بتسمع كلام جوزها ولا تستطيع أن تشارك الرجال في حين أن التاريخ السياسي يقول أن عندنا هدى شعراوي وعندنا نساء عظيمات في العمل السياسي المصري والعمل الاجتماعي المصري، تقدمنا بشكل غير عادي. الملاحظه الثانيه في هذه الانتخابات انك تلاحظي حينما يعني قراءه بسيطه لنسبه المراه في المرحله الثانيه، اولا 328 مرشحه، 107 فردي، 221 قوائم، بناقص 48 مرشحه عن المرحله الاولى. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان اعلى نسبه لمشاركه المراه في القوائم كانت في اسوان. اسوان جنوب مصر، اللي هو بنتكلم عن بقى القبليه والعصبيه، واقل نسبه كانت في البحيره. في البحيرة الفردي مفهومة. يعني اعلى نسبه في السويس مشاركه المراه، اللي اصول كل الناس اللي في السويس بتنتمي الى الصعيد، لان بتوع السويس دول كلهم تلاقيهم دايما 80% من نسبه السكان اما من سوهاج او قنا، وهم احفاد الذين هاجروا في الماضي. بس التاريخ النضالي برضو في السويس يمكن ما انا بقول لا، هاجروا كمان من الصعيد لحفر القناة فاستقروا في هذا المكان، فتلاقي دايما أصولهم إما قنائية أو سوهاجية ومقيمين، وأقل نسبة في الشرقية باعتبار أن القبلية لعبت دورا في هذا. أيضا من الحاجات بالنسبة للمرأة أن محدش يعرف أن الذين يعني التي نجحنا في الانتخابات كانوا كلهم من الصعيد في انتخابات 2005، ناريمان الدرمالي من سوهاج، فايزة الطهناوي من المنيا. طبعا يعني واول شهيده المراه السعيديه هي مراه قويه جدا، واول شهيده في الانتخابات كانت نعمات حسن سنه 1987، وهذه يجب ان تتذكرها المراه دوما حتى تؤكد انها قادره. المشكله بقى في الاحزاب الليبراليه والعلمانيه انها لا تجعل المراه يعني جمله او معادله حقيقيه في معادلاتها السياسيه، ولا تحركها في الشارع وبتنزل المراه. المراه بالنسبه للتيارات السلفيه بتستخدم كاداه انتخابيه عبقريه، هي موجوده في الكشف، كان الاول بيسودوا لها، دلوقتي نزلت قدام اللجنه لكنها فاقده الاراده، بتسمع كلام جوزها واولادها وهي رايحه تنتخب مين الا دورها اللي جوزها هينتخب، وهي تستخدم كناخبه بشكل هائل جدا طبعا، لكن كمرشحه تتحول الى ورده، تتحول الى نقاب، تتحول الى كذا. لا لا، في صوره نزلت اهي قريب الحمد لله. ما هذا يعني ده يخلينا نتكلم في كيفيه التحول الانتخابي لحزب النور الذي يبدو انه تعلم كثيرا من المرحله الاولى، وبدا يعني بدا يناور يقدم لنا خطابا مختلفا في المرحله الثانيه. احنا عشان وقتنا بيخلص يا فندم، توقعات حضرتك للمرحله، بقيه المرحله الثانيه والثالثه، وفي الوقت اللي بنتكلم فيه ان اول يوم بدا يبقى فيه ظواهر عنف شويه بالمقارنه بالمرحله الاولى اللي كانت نظيفه تقريبا 100% نضرب، يعني في طبعا احداث بس المره دي عنف ازيد شويه. هل نتوقع ان العنف هيزيد مع الوصول للمرحله الثالثه؟ لا لا، بصي حينما التغوصي في عمق الاحصائيات المتعلقه بالعنف في الانتخابات، تجد هذه الانتخابات من انظف واهدى انتخابات شهدتها مصر. في انتخابات 2005 سقط 50 قتيل، مش عايزين بقى كفاءه لا قتل، يعني انا بتكلم عن بالمقارنه، انا مش بفول يعني مش بفول عشان ساعه الصبح، لا انا بتكلم على فكره يعني في هذه الانتخابات كلها مشاجرات، ولكن نتيجه الاعلام بيراقب هذه الانتخابات ويعني يعني دبه النمله بينقلها، فانت تشعر ان الدنيا كبيره. لا، هذه احداث حوادث عاديه تماما، يعني لا تجعلنا نجزع او نفزع، بل بالعكس انا شايف ان المساله ستتم، الاقبال في المراحل سيظل على هذا النحو، ربما يزيد او ربما يقل لكنه سيظل في متوسط ال 30 35%. انا شايف ان هذا المجلس رغم انه قد لا يعبر كثيرا عن
الثوره وشكل الثوره او لا يعبر عن طموحات المصريين ويعبر عن المصريين انتخابيا، الا انه في النهايه هو خطوه حقيقيه نحو استقرار وطن، نحو اراده شعبيه حقيقيه سوف تاتي في البرلمان لتعلمنا لاول مره، او نتمنى ان تعلمنا لاول مره ان مجلس الشعب هو بالفعل هو سيد يعني هذا البلد بارادته بقوانينه بكل طلباته حاطه استجواباته. الناس تحس لاول مره، وانا لاول مره اتصور انا لاول مره نائب البرلمان هذا المقعد لن يكون للرفاهيه او لجمع المال او لحصد المكاسب، لان اي نائب لابد ان يعلم تمام وهو داخل هذا المجلس عليه المره دي لو جاب تاشيره حج من تحت الترابيزه الدنيا كلها، وخاصه كله مراقب بعضه. يعني لو واحد من التيار السلفي ولا حزب الحريه والعداله عمل اي خدمه كده ولا كده، ولا علاج على التيارات العلمانيه الدولة. والليبراليه التي عداله بالمرصاد التي تمتلك الفضائيات هتخلي فضيحته بجلاجل. فالجميع متنبه والشعب حارس ثورته وبرلمانه. وانا عمالين نقول يا فندم بقالنا كام يوم انه في الاخر المجلس ده هيشتغل، ولو ما عجبناش احنا اللي هنوقعه برضه، احنا وقعنا لجدع منه. انتهت مرحله الصمت خلاص الانتخابي وصمت عرفنا الشعب. الطريق زي ما دايما بنقول. استاذ ابو العباس محمد مساعد رئيس تحرير جريده الاهرام، بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده. شكرا لك، نورتنا في نهارك سعيد. مشاهدي قناه ناين لايف، نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معانا.